الاهلي والزمالك في القمه الثانيه في اقل من الشهر بيطلعوا بتعادل غريب ومثير من الفريقين، وبيطلعوا حبايب قبل العيد. مباراه فيها كلام كتير جدا، سواء الاهلي وموسيماني او الزمالك وكارتيرون. مباراه فيها كلام كتير على لاعبين، خاصه في الزمالك في كلام عن مباريات الدوري القادمه، كلام كتير جدا في حلقه النهارده. طبعا الحلقه دي وصلت لك، انزل ادعمني بلايك عشان الحلقه توصل لاكبر عدد من الناس، ولو اول مره تشوفني انزل اعمل سبسكرايب في القناه وفعل الجرس علشان يجي لك كل جديد. ويلا بينا نخش في الحلقه. حطني رقم واحد في القصير. الاهلي والزمالك على الورق او تشكيله الفريقين كانوا نوعا ما محسني بقلق قبل المباراه. الزمالك كان بادئ تشكيله برسم التكتيك 4-2-3-1، بادئ بعواد، محمود علاء، الونش، الفتوح، المسلوسي، طارق حامد، وساسي، بيلعب بشيكابالا نمره 10 على الشمال، بن شرقي على اليمين، زيزو مهاجم وهمي او مهاجم صريح هو يوسف اوباما. سيب تشكيل الزمالك دلوقتي، تعالوا لتشكيل الاهلي الاول. الاهلي بدا برضه بال 4-2-3-1، بدا بالشناوي قدامه بدر بنون ورامي ربيعه، على الشمال ايمن اشرف، على اليمين محمد داير، اثنين في نص الملعب، اليو ديانج كساحه الالغام، وجنبه عمرو السليه، قدامهم قفشه على الشمال، طاهر على اليمين، حسين الشحات، وبيلعبوا مهاجم وحيد محمد شريف. هي التشكيل اللي كان قلقني من ناحيه الزمالك اكتر. الاهلي نوعا ما مفيش حاجه تخوف قوي، رامي ربيعه جنب بدر بنون، بدر بنون يقدر يشيل رامي ربيعه. فكره ان لعب ايمن اشرف ناحيه الشمال عشان ايمن اشرف في الواجبات الدفاعيه افضل من محمود وحيد، افضل من كوكا، ففضل انه يبدا بايمن اشرف كباك شمال بسبب انه كمان يقفل على زيزو شويه، وممكن يلعب رامي ربيعه عادي جنب بدر بنون. بس ما كنتش فاهم ليه رامي ربيعه مش ياسر ابراهيم، دي طول المباراه انا مش فاهمها ليه بيلعب رامي ربيعه مش ياسر ابراهيم. بس ما علينا، تعالى بقى الناحيه الثانيه عند الزمالك. في كلام كتير قوي على التشكيله قبل اصلا ما اخش تكتيك الماتش. عندي سؤالين محددين. انت اديت اول حاجه، اديت للمسلوسي فرصه كبيره، اديت للمسلوسي فرصه كتير وكبيره، هل افادك بحاجه؟ لا. هل المسلوسي قدر يثبت نفسه؟ لا. فلماذا لسه تدي له مباريات لحد دلوقتي؟ انا شايف لو انت هتدي فرصه للاعب كتير وتدي له فتره كبيره، ادي احمد عيد اللاعب الناشئ الشاب اللي السنه اللي فاتت حط في اختبارين ولا اجمل وقدر يسد فيه، ماتش الرجاء في المغرب، ماتش الرجاء في مصر، وكمان ماتش الاهلي في فاينل قدر يعمل اداء مع الزمالك، لاعب عنده شخصيه. ليه ما تجربش احمد عيد وفاضل على مسلوسي سيء جدا لحد دلوقتي ما قدمش اي حاجه للزمالك؟ الحاجه الثانيه برضه اللي ما كنتش فاهمها، لماذا بيعملها كارتيرون فكره المهاجم الوهمي؟ المهاجم الوهمي دي جربناها قبل كده في سوبر 2018 او سوبر 2019 اللي خسرناه 3-2 لما كان فايلر مع الاهلي وميتشو مع الزمالك. ميتشو بدا المباراه برضه بمهاجم وهمي، والزمالك كان سيء جدا 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 لانه بدون مهاجم، ولا بياخد كرات طويله، ولا حد بيسند على المهاجم، ولا اي حاجه، فكان الزمالك شكله سيء جدا، وخرج 3-0 لحد ما مصطفى محمد نزل وابتدى يرجع في المباراه. النهارده برضه نفس النظام، انت لقيت بمهاجم وهمي تقريبا اوباما مفهومه على المهاجم الوهمي اللي هو وهمي مش موجود في الماتش تقريبا، يعني لان النهارده اوباما ما عملش اي حاجه، ما فرقش باي حاجه، ولا كوره طويله، ولا كان بينزل يسند مع شيكابالا اللاعب نمره 10 ويسند للونجات يفتح لهم مساحات، ولا كان بياخد كرات عرضيه، ولا بيشوط على المرمى، ولا اي حاجه. فلماذا تلعب باوباما مهاجم وهمي؟ وفكرت اصلا فكره المهاجم الوهمي دي؟ انا مش عارف، انا مش عارف، ده كان على الورق. لكن في ارض الواقع الزمالك بيلعب نوعا ما شويه ب 4-4-2، والكوره مش معاه، والكوره مش مع الزمالك، بيلعب بال 4-4-2، بيخلي شيكابالا واوباما الاثنين كمهاجمين. والحاجه الثانيه برده اللي كانت قافله، او الحاجه اللي كانت قافله نوعا ما على الاهلي ومخليه الشوط الاول شكله سيء في التلت الهجومي، هو ان طارق حامد كان محجم قفشه. فكره ان قفشه يبقى متحجم ديت، هي دي الفكره اللي تقفل فيها الاهلي، ولا تقول لي بقى تقفل اطراف ولا تقفل عمق، لا اقفل على قفشه خلاص الدنيا كلها وقفت. وهو القفل على قفشه ادى ان موسيماني ما يلعبش غير على كوره واحده بس، انه يعلق الكوره او يلعب كرات طويله في ظهر الونش محمود علاء لحد ما الكوره تظبط، وده اللي كان بيعمله طول المباراه، انه يحاول يسحب قلوب الدفاع بره منطقه الجزاء ويرمي كره طويله في ظهرهم، يسحب قلوب الدفاع بره منطقه الجزاء ويلعب كره في ظهرهم، وده اللي عرفه كارتيرون ابتدى يلعب على الاوفسايد جيم. شفنا كذا مره بيلعب اوفسايد جيم، ولعيبه الاهلي بتطلع اوفسايد، حد بيجي الجون وهنجي له الجون ده شويه كده. الاوفسايد جيم اللي الاهلي كان اللي الزمالك كان بيلعبه ادى ان الاهلي مش عارف يلعب الكره الطويله او يعلق الكره اللي كان موسيماني بيعتمد عليها. والحاجه الثانيه برده اللي كانت عجباني جدا النهارده في الزمالك، المساحه الكبيره اللي كانت موجوده ما بين قلب الدفاع
وما بين اتنين نص الملعب نوعا ما النهارده ما كانتش موجوده كتير، لان الاتنين كانوا قريبين من بعض، سواء لو نص الملعب بيقدم لقدام الدفاع بيقدم معاه، او لو نص او الدفاع بتاعه في نص ملعبه فالنص ملعب بيقفل معاه. والحاجه كمان الثانيه اللي كانت قافل نوعا ما الزمالك او مخليه منظم كويس دفاعيا، ان قفشه متحجم، طارق حامد محجب قفشه، والتحجيمه بتاعت قفشه دي وان طارق حامد بيمين ناحيه اليمين ويمين ناحيه الشمال مع قفشه ادى برضو ان كان فيه نوعا ما ثغره في نص ملعب الزمالك، ان خلى فيه مساحه يستلم فيها اليو ديانج او عمرو السوليه، بس اليو ديانج وعمرو السوليه مش بخطوره قفشه. فان انت بعدت قفشه تماما عن المباراه في الشوط الاول دي كانت مميزه جدا، ادى ان الاهلي ما يوصلش لمرمى الزمالك غير في كورتين ثلاثه، وكورتين ثلاثه ضاعوا. الكره الاولى ضيعها حسين الشحات بغرابه جدا جدا جدا، ومش فاكر اي فرصه ثانيه للاهلي الشوط الاول، وكوره برده محمد شريف اللي لف وخبطت في الوجه وطلعت كورنر. غير كده مفيش كرات اللي هو اوه دي كانت جول للاهلي الشوط الاول، عكس الزمالك، عكس الزمالك الشوط الاول اللي ضيع فرصتين، بن شرقي ضيع جونين صراحة، ضيع جونين جونين، شيكابالا راح وعدى وقطم وحط الكرة زي ما بيحطها كل مرة، صدها محمد الشناوي ردت لك خش حط ترزع في سقف الجول، ليه تحط الكرة ببطء وبرعونة وبالراحة أو تحسس عليه؟ بن شرقي دخل حسس على الكرة في ايد الشناوي فأدت ان الكرة تضيع، وكرة تانية قبل الكرة دي بن شرقي دخل وعدى وكان عايز تقريبا ياخد ضربة جزاء ووقع ساعتها واتحسبت فاول عليه. فانت ضيعت جولين في الشوط الاول كان ممكن يفيدوك، والاخطاء اللي موجوده في ارض الملعب سواء من مستوسي او سواء من فتوح او سواء من اوباما فادى ان الزمالك الشوط الاول يخرج 0-0. لو كان موجود في ارض الملعب في بدايه المباراه بشكل الزمالك الافضل دوت، كان في بدايه المباراه بدا بحازم امام وعبد الشافي وحميد احداد، كان ممكن الزمالك يعمل حاجه الشوط الاول، كان ممكن الزمالك يجيب جول او اتنين الشوط الاول، لان الزمالك كان محتاج حد يدعم. المستوسي مش قادر يعمل ده، وفتوح الناحيه الثانيه مش قادر. احنا شفنا عبد الشافي نزل في اخر ربع ساعه واخر 12 دقيقه عمل ايه؟ عمل ايه؟ كان بيزيد في نص الملعب وكان بيقف في نص الملعب وكان بيحاول يقفل المساحه اللي في ظهره، وحتى عمل تغطيه عكسيه في كوره وطلعت كورنر، وحتى الناحيه الثانيه كان بيقدم لقدام وبيحاول يرفع عرضيات. عبد الشافي عمل حاجات كتير قوي فتوح ما عملهاش في بدايه المباراه، الشافي عملها في اخر 12 دقيقه. الشوط الاول سواء عند الاهلي او الزمالك في الناحيه الهجوميه تحس ان اللعيبه نازله متقله شويه في الفطار، في تقل كده عند اللعيبه، ادى ان الزمالك والاهلي خرجوا 0-0 الشوط الاول. الشوط الثاني كنت متوقع سواء الاهلي او الزمالك يخشوا يغيروا بدري، ولكن المدربين اخروا التغييرات شويه، ابتدوا يغيروا من الدقيقه 60 مثلا، وتغييرات موسيماني مش كويسه. انا عم جاب جون بسبب بديل نزله، بس تبديلاته في ارض الملعب مش هي الافضل. انت خرجت حسين الشحات ونزلت نزلت صلاح محسن، لعب صلاح محسن كوينج، صلاح محسن جربت كوينج في ماتش الاتحاد وكان تايه جدا، النهارده كوينج اه جاب جول واه ضيع كوره، ولكن ممكن تشوف حاجه ثانيه، والتغييره دي ممكن تكون افضل لموسيماني، ولكن التغييرات الثانيه انت نزلت بعديها وليس امام، بعد كده نزلت مروان محسن وابتديت تطبش، وابتديت انت كمان موسيماني نفس اللي عمله مباراه الذهاب هو هو اللي عمله مباراه الاياب، اللي هو بعد الشوط الثاني او بعد الدقيقه 60 ابتدى يتراجع في نص ملعبه ويدي الزمالك الحريه ان هو يضغط عليه. الزمالك الحريه انه يضغط عليه. الاهلي لولا الجون اللي جابه في الوقت الصعب ده كان ممكن الزمالك يطلع النهارده كسبان المباراه. كان ممكن الزمالك يطلع النهارده كسبان المباراه، ولو كان حازم امام وعبد الشافي وحداد بادئين من اول مباراه كان الزمالك برده ممكن يطلع كسبان المباراه. ولكن اخطاء التشكيله اللي نتمنى المباراه اللي جايه نتغاضاها، نتمنى المباراه الجايه نتغاضى اللي احنا عملناه ده كله. اتمنى ان كارتيرول يفكر يقعد المسلوسي، يقعد فتوح، ادي عبد الشافي، ادي حسين امام، ارمي اوباما في الزباله، ارمي محمود علاء في الزباله. الجون اللي جابه الاهلي محمود علاء، يعني انت بتلعب على اوفسايد جيم وجنبك الونش بيلعب على اوفسايد جيم وتقدم لقدام وبالفعل حط محمد شريف في الاوفسايد، انت ليه واقف مغطي على صلاح محسن؟ انت ليه واقف مغطي على صلاح محسن؟ اديني سبب اللي انت واقف ورا لوحدك. وبرده في لقطه ثانيه الدفاع الزمالك كله طالع، مسلوسي وفتوح وانش كلهم طالعين يلعبوا في سايد جيم، ومحمود علاء لوحده اللي راجع لورا مغطي على لعيبه الاهلي. انت بتلعب مع الاهلي؟ لا، لو انت بتلعب مع الاهلي عرفني. انا اعرف جمهور الزمالك انك بتلعب مع الاهلي، لكن محمود علاء فعلا سيء، لاعب سيء، تمركزات خاطئه، تمركزات خاطئه. انه الشغل الدفاعي اللي بيعمله خطا، في كذا كوره كانت بتعدي منه بسهوله. لاعب سيء، قعده العب بثنائيه محمد عبد الغني والونش، كانت ثنائيه مميزه جدا. ارمي محمود علاء في الزباله والعب بالونش، العب بمحمد عبد الغني، دخل ايمن حفني والعب بدل اوباما،
خلاص يا عم، مش تلعب بايمن حفني، مش تلعب اوباما، العب 4 3 3 والعب بزيزو جنب طارق حامد، وادي نوعا ما حريه لفرجانس. ما تلعبش فرجانس نمره 10، لا اديله برده النمره 8 ومهام نمره 8، وخلي وش يروح للجون واديله مهام هجوميه اكتر. فرما اوباما مش بيفيدك ولا في النمره 10 ولا في المهاجم الوهمي اللي انت لعبت بيه النهارده. اوباما فكر المهاجم الوهمي اللي هو وهمي مش موجود في الماتش، وده اللي حصل فعلا، مش موجود في الماتش. لولا اوباما النهارده في كذا كوره كان ممكن الزمالك يطلع كسبان المباراه. الاهلي الناحيه الثانيه، الاهلي ما كانش بيضغط وما كانش بقى في نص ملعبه قوي، كان بيحاول يتوازن. والنهارده برده اللي شفناه مع الزمالك مع كارترون ده كان جديد. المباراه الاولى كان الزمالك بيقابل الاهلي من نص ملعبه، النهارده الزمالك بيقابل الاهلي من نص ملعب الاهلي. كنا بنشوف فترات كتيره الزمالك بيضغط على الاهلي من منطقه جزاء الاهلي، من منطقه جزاء الاهلي. فكره شيكابالا نلعب نمره 10 انا مش حاببها، انا مش حابب شيكابالا نمره 10. العب شيكابالا وينج شمال ودخل لزق قلب الملعب، انا موافق جدا، لكن ما تلعبش شيكابالا من 10 مش هيفيدك. شيكابالا هو واخد على الطرف اكتر، هيخش ويلم ويشوط، هو شيكابالا ده. تلعب نمرة 10 شيكابالا هتحجمه جدا جدا جدا. الاهلي قدم مباراه مش الافضل لموسيماني، مش الافضل لموسيماني ومش افضل للاهلي. العناصر كانت في ارض الملعب عناصر مميزه، والتغييرات اللي نزلتها ما كانتش افضل تغييرات ما عدا بس صلاح محسن الى انه جاب جول، ولكن باقي التغييرات ما كانتش مميزه. وكمان تراجعك في في الشوط الثاني او الثلث الثاني من المباراه وتراجعت تماما واديت الحريه للزمالك، كان ممكن الزمالك يضغطك ويجيب جول. بعد الجول التعادل التراجع بتاع الاهلي ادى ان الزمالك يضغط ويجيب جول، جول مميز جدا من فرجاني اساسا بالمناسبه. حازم امام راح وهوش ان هو يرفع ولعب العرض، تفكير زيزو وتفكير سياسي كويس جدا. اكيد سياسي كلم زيزو، اكيد سياسي قال لزيزو سيبها. حتى الشناوي هو توقع ان الشوط زيزو، لان الشناوي خد خطوه شمال اللي يقفل الدفاع على زيزو، ولكن عداها لفرجانس. فرجانس تك حط الجول. فرجانس بالمناسبه دي من افضل مبارياته، عمل مباراه كويسه النهارده سواء في استخلاص الكوره او الكرات اللي بيلعبها تشيبات او حتى تسديد على المرمى، هو دخل يسجل جول. ولكن في نص ملعب الاهلي في كساحه الغام اسمها اليو ديانج، لاعب كبير قوي قوي قوي، لاعب تقيل قوي قوي قوي. اليو ديانج ده بصراحه يا بخت الاهلي بيه وبخت الاهلاويه بقى. اليو ديانج قدم مباراه مميزه جدا، كان بيغطي مع الباك اليمين وبيغطي مع الباك الشمال، بيستخلص الكره من نص الملعب، بيستخلص من بن شرقي، عمل كل حاجه في المباراه النهارده. شابوه ونرفع القبعه بصراحه لاليو ديانج، قدم مباراه كبيره جدا جدا جدا. الفريقين طلعوا حبايب عيدوا على بعض زي ما بيقولوا قبل العيد. الاهلي خلاص ما مش هيلعب في الدوري لفتره فترة كبيرة، هيلعب ماتش سان داونز ذهابا وبعد كده ايابا، بعد كده يلعب السوبر الافريقي، بعد كده يرجع للدوري في المباريات دي كلها. لا يبقى بعيد عن الدوري، والزمالك بيلعب في الدوري. لو الزمالك عايز يكسب البطولة دي بكل سهولة اكسب ماتشاتك، انت ما بتلعبش في الدوري، ما عندكش اي بطولة تانية غير الدوري، فانت العب على المكسب في كل مباراة، كل مباراة العبها فاينل، كل مباراة العبها نهائي عشان تكسب البطولة. لان الاهلي لما يرجع ويكسب كل المجريات هيبقى متقدم عليك ببنطين، فانت ممكن الاهلي ما يكسبش كل المجريات وكده يبقاش فايق عليك بنقطتين، ممكن يبقى فايق عليك الله اعلم، ولكن غياب الاهلي عن الدوري هيديك حريه اكتر ان انت ماشي في مباريات، تكسب مباريات، تكسب مباريات، تكسب مباريات، تشكل ضغط على الاهلي لما يرجع لك تاني الدوري، اللي هو انا عايز الحق الزمالك، عايز اكسب ماتشات عشان اعلى على الزمالك، ممكن ده يوقع نقط، ممكن ده يوقع نقط، لسه دوري بدري قوي 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 قوي، لسه قوي 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 كمان، لسه ماتشات كتير جدا، لسه الزمالك هيلاعب بيراميدز ولاعب الاسماعيلي ولاعب انبي ولاعب سيراميكا، لسه ممكن يوقع نقط الزمالك والاهلي ممكن يوقع نقط، لسه بدري جدا 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 على فكره ان الدوري يكون اتحسم دي. والمباراه دي ما كانتش محسومه يعني، المباراه دي اي نعم مباراه هي بكل تفصيلها بصراحه كانت مايله ناحيه الزمالك، سواء الزمالك كان كويس كان وحش كان ناقص ما كانش ناقص كان كامل، المباراه كانت فعلا بكل تفصيلها رايحه للزمالك. ولكن التوقيت الصعب او الجون بتاع الاهلي اللي جه في توقيت صعب ادى ان الزمالك يخرج بالتعادل، وانا راضي جدا بالتعادل بتاع النهارده. اي نعم كان نفسي يكسب، بس الحمد لله تعادل مرضي، بدل ما كنا نطلع خسرانين لا الحمد لله احنا طلعنا متعادلين، ولسه الموقف زي ما هو. لو كسب كل المجريات يبقى فرق نقطتين، مش كتير، ممكن توقع نقط ممكن الاهلي يوقع نقط الله اعلم، لسه الماتشات جايه كتير. ولكن هارد لك للفريقين، فريقين قدموا مباراه كبيره، قدموا مباراه مميزه الاهلي او الزمالك، وان شاء الله الماتشات اللي جايه الزمالك يقدر يفوز المباراه، بما اني زملكاوي انا كده اتمنى الدوري للزمالك، ولكن في الاخر ده راي شخص واحد. في مباراة الاهلي والزمالك قول رايك انت في المباراه، قول توقعاتك في نهايه الدوري، هل الاهلي قادر على الفوز بالدوري ولا الزمالك اللي قادر على الفوز؟ وقول لي كمان توقعاتك مين اللي هيوقع نقط اكتر المباراة اللي جايه. لو الحلقه عجبتك ما تنساش تعمل لايك عشان توصل لاكبر عدد من الناس، اول مره تشوفني انزل اعمل اشتراك في القناه وفعل الجرس عشان يجي لك كل جديد، اول ما انزل حلقه يجي لك انت اول واحد، وتابعنا على السوشيال ميديا تحت في الديسكربشن تحت فيسبوك وتويتر وانستجرام، واعمل مش على فيسبوك تويتر على تويتر، وكمان على تويتر. اشوفك في الحلقه الجايه، سلام.